السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يا المباراة جاي العود جاي كريستيانو. مرة في هذا الملعب ورأسية، الله لا يعرف الخسارة، لذلك أتى ليسجل الآن الهدف الثاني لمصلحة اليوفنتوس. هو أتى لذلك، كلما كانت الأمور سوداء، كلما كانت الأمور مسدودة في وجه اليوفنتوس، يخرج الدون 100 لا 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 لا، خلوني أوقف، خلوني، لا أنا خايف من الفار. عقب كل هالكلام خايف من الفار. رونالدو الذي يدخل في هذه المباراة 13 كلاسيكو في الكامب نو. جارث بيل، فرصة لمصلحة النادي الويلزي، واحد على واحد، جارث بيل يبحث عن كريستيانو بكرة رائدة من كريستيانو، أراد هدف للتاريخ، أراد هدف ليبقى في ذاكرة الكلاسيكو، لكنها جاءت بعيدة وصعبة يا كريستيانو. جاز يلعب كرة لإسكو، خطيرة لمصلحة ريال مدريد، بيني عند كريستيانو بالكعب، جميلة لمدريد، جميلة يا إلهي، الله على الكرة المدريدية، على الكعوب المدريدية، لمسة في منتهى الروعة لمدريد بين أسينسيو وإسكو وكريستيانو، ودخل منطقة الجزاء، تسلل على رونالدو، تسلل على رونالدو في اللقطة الماضية، هدف يسجل كريستيانو لكن يلغى بداعي التسلل. نعم كريستيانو كان متسلل في اللقطة الماضية، على انطلاقة، على اللمسة، على إسكو، على التمريرة نحو كريستيانو، خطيرة لريال مدريد، واحد على واحد، رونالدو مر، يلعب كورة، كلمة كلمة، يا له من هدف يا رونالدو، يا لها من ضربة يا رونالدو، تبا لك يا كريستيانو، قلب الصغير لا يتحمل. شوف اللقطة الرائعة، شوف المرتدة، شوف اللمسة من إسكو والمرتدة السريعة، وين بيكي، وين بيكي، ذهب أدراج الرياح، وين هالكورة بعيدة في الزاوية المستحيلة، لا مستحيلة عند رونالدو، هدف ثاني لريال مدريد في ملعب كامب نو مرة أخرى، الأرض المفضلة لكريستيانو، وبطريقة يحتفل صاروخ ماديرا، أنا هنا ومدريد هنا، يسجل كريستيانو، يتقدم ريال مدريد. أسينسيو يلعب هبينية خطيرة لكريستيانو، عدا وبعد ذلك طالت عليه، وحكم المباراة إلى ماذا يشير؟ إلى ماذا يشير؟ انذار ثاني وطرد لكريستيانو رونالدو. نعم نعم، حكم المباراة
اعتبر انه تحايل تمثيل من كريستيانو يستحق عليه انذار ثاني وبعد ذلك يطرد في هذه المباراة كريستيانو. يا الهي يا الهي على القرار من جانب حكم المباراة تشوفه من ومتيتي وبعد ذلك كريستيانو يسقط داخل منطقة الجزاء. الحكم لا يحتسب ركلة جزاء يعتبر ان كريستيانو كان يمثل أومتيتي وضع ذراعه او وضع يده على كريستيانو. الحكم اعتبر ان رونالدو بالغ في سقوطه بحث عن ركله جزاء وبعد ذلك اخرج له الانذار الثاني ليخرج مطرودا في هذه المباراه بدلا من ان يحصل على ركله جزاء ولتكون ريتر اكبر في هذا الكلاسيكو. الكلاسيكو وما ادراك ما الكلاسيكو، المباراه التي كل مشجع يحلم بمشاهدتها بحضورها بمتابعتها، كل معلق يأمل بالتواجد فيها، كل محلل يأمل أن يكون في أجواء.